مقادير البصلة، عندي فول مدشوش انا غسلاه ونقعته حوالي نص ساعة كده، خضرة عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة، ثوم، بصل، البهارات بقى بتاعتها، المعيار بالمعلقة الصغيرة، نص معلقة صغيرة، ملح وكمون ونعناع وكروية وشطة، الشطة اختياري طبعا، وعندي معلقة ملوخية ناشفة كبيرة. الحاجة كلها حطيتها في الحلة اهي بالبهارات بكل حاجة، وحطيت عليها حوالي 2 كوباية مية، وهولع عليها النار واسيبها بقى لحد الفول ما يستوي. اهو الحاجة على النار اهي، شوية كده هتستوي وهضربها في الخلاط واوريها لكم. الفول استوى اهو وبرد، دلوقتي هضربه في الخلاط. اهو ده شكلها بعد ما ضربتها في الخلاط، لو محتاجة شوية ملح احط لها، شوية شطة احط لها، يعني حسب كل واحد ما هو عايز بقى. دول فصين توم هحمرهم في حتة سمنة صغيرة واقوم حطهم على وش البصارة زي الملوخية كده. التوم اهو حمرته، هحطه بقى ايه على البصارة واقلبه كويس يعني. اخر خطوة بقى دلوقتي اني انا هغرفها في اطباق وهحمر بصلايه. البصلايه قطعتها بالشكل ده، هحمرها في الزيت وارجع لكم تاني. بصل حمرناه اهو، انا هاخد نصه بس مش هاخده كله، يعني انا هحط نص البصل بس او اخد كده معلقتين منه. خلاص هقلبه معاها كويس. بعد كده هحطها في اطباق وهحط على الوش بقية البصل ده.